بس يا سما بس ما تعمليش في نفسك كده. وانت يعني شفتي معايا وحلو مش غريبه عليكي يعني؟ لا غريبه حنان، عشت معاه ايام سودة وسكت، ما بيصرفش على عياله وسكت، ما بيشتغلش وسكت، لكن يخوني ويرمي عليها اليمين ويرميني على العيال في الشارع، ده ما بيتسكتش عليه ابدا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الراجل ده اكيد اتجنن، هو يلاقي واحدة تستحمله زيك ولا يلاقي ضفرك وشايله قرفه وقرف عياله؟ اللي صحيح بقى بالمناسبة، عياله عملوا ايه؟ امه كمان مش طايقين يسمعوا اسمه. كفاية شيماء شافته بعديها، كفاية انها شافت ابوها في الوضع ده. منه لله، منه لله، كره العيال فيه، كره العيال فيه. طب وخالد عمل معاه ايه؟ بعدين ازاي يرميكوا في الشارع؟ عايز يتهبب يتجوز يروح يتجوز في حته تانية، وانت غلطانه غلطانه، انت ازاي تسيبي له الشقه؟ صدقي بقى ان خالد هو اللي لم لي حاجتي وقال لي لازم تمشي من هنا يا ماما فورا، مالكيش قعد هنا ولا ثانيه واحده. انا مش عايزه ابهدلهم معايا. انا قلت لهم خليكم انتوا قاعدين معايا وانا اروح عند رجاء اختي، ما رضيوش ابدا. انا مش عارفه اروح بيهم فين. يا رب وقف جنبي، يا رب والنبي وقف جنبي. ان شاء الله ربنا هيحلها من عنده ان شاء الله. لو سمحت استاذ مختار بيقول لك اديله الاحصائيات اللي كان عايزها منك. حاضر. ايه ده في ايه؟ انت بتعيطي ولا ايه؟ لا ما تعيطيش. لا ما فيش حاجه، ما فيش حاجه، متضايقه شويه خلاص خلصنا. لا لا ما تعيطيش. ما فيش حاجه يا استاذ عطيه. ربنا يهدي حال الجميع. ما تزعليش. ايوه خالد. انت بتتكلم جد؟ ايجارها كام الشقه دي؟ لا ما ينفعش، لازم نعرف. انت عارف ظروفنا. كتر خيره، كتر خيره، ربنا يزيده من نعيم الله. ماشي يا خالد، مع السلامه. احمدك واشكر فضلك يا رب، احمدك واشكر فضلك يا رب. حلوة أوي الشقة. مبروك عليكم، عقبال شقتك. الله يبارك فيك. أنا عايز أستأذن. لا تستأذن إيه، ما ينفعش طبعًا. الحقي يا ماما، ماما دكتور حازم عايز يمشي. ده كلام برضو والله ما ينفع، لازم تتغدى معانا. مش هينفع والله يا طنط، وبعدين يعني أنتوا لسه عندكم شغل كتير في الشقة، الله يكون في عونكم. سيبنا نرد شويه من الواجب الكبير اللي انت عامله معانا. شقه زي دي في مكان زي ده تساوي اكتر من 3000 جنيه، وانت بصراحه يعني مديها لنا اقل من النص. انا ما عملتش غير الواجب، وبعدين يعني انتوا غاليين عندي جدا، وبعدين زي امي. خلاص يبقى تتغدى معانا. مش هينفع والله، انا عندي شغل بعد اذنك. ابدا ما تتحرك من هنا يا خالد، يا خالد. معلش كنت بحط الشنط بس جوه. تعالى بقى شوف الدكتور عايز ينزل من غير ما يتغدى معانا. لا ما ينفعش، انا خلاص طلبت الاكل خلاص، يعني شويه كده وهيجي والله. مش هينفع، خلي عن شغل كتير والله بعد اذنك. لا لا طب هوصله بس يا دكتور. ما ينفعش والله، ما صحش كده. طب بس هفهمك بس يا دكتور. انا مش عارف اشكرك ازاي يا دكتور، والله انت عامل معانا جميل اكتر من قرايبنا. عيب يا خالد، عيب. ما تقولش الكلام ده تاني عشان ما ازعلش منك. مش هيجرى حاجة ابدا لما الناس تقف جنب بعضها في وقت الزنقة، والشقة دي ملهاش أي لازمة عندي ومقفولة زي ما أنت شايف. أنا عايزك بكرة تاخد أجازة وتفضل مع ماما وأختك. لا يا دكتور ما ينفعش، الصيدلية فيها شغل كتير، ما ينفعش ما أجيش. يا حبيبي مش هيجرى حاجة أما زمايلك يشيلوك في يوم أجازتك، والأجازة دي مدفوعة الأجر، يعني مش هخصم منك اليوم ده. والله العظيم ده كتير عليا، أنا لو ليا أخ ما كانش عمل معايا كده. بس ما تعودش على الدلع ده يا معلم. لا ده أنا ما بقاش عندي دم. حبيبي طب أنا همشي. لا هوصلك هوصلك. لا 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 خليك مع ماما وأختك، مع السلامة. ماشي يا دكتور، سلام، في رعاية الله. بس انت كان برضه المفروض تتمسك بيه اكتر من كده، عيب قوي. يا بنتي ما انا عزمته قدامك وهو اللي مرضيش، طب اعمل ايه؟ بصراحه الواحد مش عارف يعمل للراجل ده ايه، محدش بيعمل كده اليومين دول. هو بصراحه من ساعه ما اشتغلت في الصيدليه وهو يعني عمال يعمل معايا واجبات، ده اداني بكره اجازه ومدفوعه الاجر كمان. ربنا يحبب فيك خلقه حبيبي.
دمعه عربيه غاليه قوي. هو عنده كام سنه؟ ما يجيبش اكتر من 35. يا لهوي 35 سنه وراكب عربيه زي دي؟ جابها منين يا بنت؟ مش صاحب اجزخانات ده، عنده كذا اجزخانه، الاجزخانات بتكسب. وبعدين هو في حد بطل يعيا؟ انفجار صيدليات دكتور حازم السويفي. يا جدعان ما تصلوا على النبي بالراحه كده، حرام عليك. الصلاه والسلام يا حبيبي، احنا ما بنقولش، احنا بنحسد بس. ربنا يكرمه، جميله ده في رقبتي عمري ما هنساه. بقول لك ايه يا عم رضوان، عندكش غساله صغيره كده على القد؟ غساله اطفال موجوده. كويس، وعايزه مكنسه ولا اقول لك؟ لا بلاش المكنسه دلوقتي، هات لي مكوى. ولا برضه بلاش المكوى دلوقتي. ايوه عايزه خلاط بس يكون ماركته كويسه عشان ما يخربش بعد شهرين، ومروحه كمان. عينيا. تسلم عينيك. وعايزه كمان كشاف عشان لما النور يتقطع. انا جيت لك بقى عشان عارفه ان قصتك مريحه وفوائدك قليله. بس قولي لي عشان ايه ده كله؟ انت بتجهزي بنتك لمؤاخذه؟ لا يا عم رضوان، اصل انا وصالح يعني اتطلقنا. ليه كده؟ ده حتى انتوا الاثنين ما تخيروش عن بعض. يلا نصيب لحد كده بقى، الحمد لله على كل حال. لو تحبيني اتدخل ما بينكم ومصالحكم وترجعوا انا مستعد. صالح ده يبقى زي اخويا بالظبط. ما عادش ينفع خلاص يا عم رضوان، الحياه بينا بقت مستحيله. ادعيني ربنا يقدرني. ربنا معاك يا مدام سماح، وانا موجود لو عوزتي اي حاجه اطلبيها مني. تسلم لي يا رب. بقول لك ايه بقى، اعمل لي حسبه الحاجات اللي انا طلبتها منك وقول لي القسط هيبقى كام والفوائد كام. ولا حاجه، القسط اللي يعجبك ومن غير فايده خالص. لا بجد والنبي، هو الكلام ده فيه هزار برضو؟ ربنا يخليك يا عم رضوان، ربنا يخليك ويكرمك يا رب. اكيد انت عارف وحاسس بيا وبالضيقه اللي انا فيها. انت تؤمري يا ست الستات، انت زي اختي. ربنا يكرمك يا رب، هتفرج على بقيه الحاجه. والله كتر خيره الحاج رضوان، بصراحه مفيش تاجر بيعمل كده النهارده. والنبي ما كنت مصدقه نفسي، ده الراجل ده طول عمره مطلع عينينا في التعامل معاه. ربنا يهديه علينا يا رب. يا رب. يمكن صعبت عليه. بداك الله يا صالح، لكن الحمد لله ربنا موقفنا ولاد الحلال. هو ما بيسالش على العيال خالص؟ يسال مين؟ ده ما صدق كنا كنا كابسين على نفسه. لا صحيح، انت مش ليكي نفقه؟ نفقه ايه؟ هو حد ياخد منه حاجه؟ وبعدين ما انت عارفه المصاريف، اجيب محامي منين بس؟ دلولا كتر خيره الدكتور حازم، كان زماننا مليانين في الشارع. ومش بس كده، ده كمان شغل شيماء سكرتيره عند الدكتور صاحبه في العياده. بصراحه ربنا يكرمه يا رب، الراجل ده جالكم من السما. وانا بقى كنت عايزه اشغلها خالص، بس اعمل ايه بقى الظروف؟ خالد يا ضنايا 3 سنين بيشتغل، مرتبه كله رايح علينا. معلش يا ستي، ما هو راجلك دلوقتي ربنا يخليهولك. ايه صح. ها طب الدكتور قال لكم هتخرج امتى؟ خلاص خلاص هخلص شغلي واجي لكم على طول. في ايه حنان؟ ماما تعبانه شويه. الف سلام عليها. ايه هي ما بتاخدش ادويه الدكتور كاتب لها عليها ولا ايه؟ بتاخد يا ستي، لكن لغايه دلوقتي بتلخبط في الاكل وبتطبخ بالليه. امبارح جات لها جلطه جديده ودخلناها المستشفى. الف سلامه عليها، وما ينفعش حد برضو ياكل دهون في السن ده. خلي بالك منها يا حنان، ربنا يطمنكم عليها يا رب. يا رب. منى السيد محمد، صحي كده؟ اوكي. على بكره ان شاء الله الساعه 8. ميرسي لحضرتك، باي باي. شيماء ازيك؟ اهلا، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله، ثانيه واحده ابلغ الدكتور. ثانيه، طب لحظه واحده. عامله ايه في الشغل؟ الحمد لله كويسه. وبدر مزعلك ولا ماشي معاكي كويس؟ لا العفو طبعا، كويس جدا، يعني بيعاملني معامله حلوه قوي. هايل هايل. مع السلامه. اهلا دكتور حازم بنفسه هنا. ازيك يا دكتور؟ ايه يا راجل غيبه الطويله دي؟ يا عم غيبه ايه؟ انت عارف ان انا مطحون في ام شغل الصيدليه اللي انا فيه ده. يا سيدي قول صيدليات. ايه يا عم انت جاي تقر ولا ايه؟ اه يا سيدي صيدليات. يا سيدي الله اكبر، مش هحسدك، تعال اشرب حاجه. تعالى. لا 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 لا، انا مش جاي اتضايف عم بدر، انا خلصت شغل بدري فقلت اعدي على شيماء اخدها في طريقي عشان الوقت متاخر. انت مش خلصت شغلك خلاص؟ اه ما يعني مش عارف. ماشي ماشي خلاص، خلصت انا خارج اصلا. والله انا خلصت. انت خلصتي الشفت بتاعك، تقدري تروحي، وبعدين معاكي الواسطه بتاعتك. حبيبي يا دكتور، بعد اذنك، يلا يا شيماء يلا. ميرسي يا دكتور. باي باي.
ماما ماما السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه مالك في ايه؟ اختك ما بتردش على التليفون. هي كل ده لسه ما جاتش؟ ما جاتش وتاخرت قوي وما بتردش. عادي يا ماما تلاقيها في المواصلات ومش سامعه الموبايل يعني، ما تقلقنيش معاكي. بقول لك ايه؟ تعالي بس حضري لي اكل عشان ما اكلتش من الصبح ونازل تاني. نزل تاني انت فين تراخر؟ ما هو دكتور حازم الله يعمر بيته اداني النهارده المرتب قبل نهايه الشهر، فقلت الحمد لله. كلمت الواد ميدو عشان الفلوس اللي كان مديهاني دخلت الشقه وكده، قلت اديله اي حاجه من اللي علينا. حي الواحد مش عارف يعمل مع الراجل ده ايه. اه والله راجل زي الفل، ربنا يكرمه ويفتحها عليه ويسره على من يعاديه ويديله على قد نيته يا رب. يا رب بس تعالي بقى اكليني عشان انا بص خلاص يعني هاكل نفسي. تعالي اي حاجه اي حاجه يا واد. همك على بطنك على طول كده؟ انا مش قادر، ما اكلتش من الصبح. تعالي معلش يا دكتور انا اسفه بس ممكن ما نتاخرش عشان ما قلتش لماما، خايفه تقلق عليا. ممكن وانت معايا ما تقلقيش من اي حد ربنا خلقه، احنا هندردش شويه ونمشي على طول. اتفضل اتفضل. هي البنت دي ما بتردش ليه؟ انت ما بتردش على التليفون ليه؟ وبتفرقي عليا كمان؟ بس ايه؟ مين؟ اتفضل يا دكتور حازم. استني اتفضل. اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ معلش يا ماما انا اسف، يا شيماء كانت معايا انا. اهلا بيك، اتفضل اتفضل. اصل دكتور حازم فات عليا ووصلني بعربيته. اه طالما مع دكتور حازم بقى ما اقدرش نتكلم. ما رديش على التليفون ليه؟ على الاقل عشان تطمنيني. صح حضرتك صح، بس هي دي عدت عليا انا، امسحيها فيا. معلش طب اتفضل ارتاح، اعمل لك في الجامعة. لا 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 قهوة ايه، الوقت متاخر ان شاء الله وقت تاني. انا بس قلت اوصل شيماء واطمن عليها وهبقى اجي في وقت تاني ان شاء الله بعد اذن حضرتك. لازم شيماء. اتفضل تسمع. اتفضل يا دكتور. صباح على خير يا ماما. عايزاكي شوية. خير. تعالي. هو دكتور حازم مقالكيش حاجة؟ مش فاهمة. حاجة زي إيه يعني؟ حاجة زي أي حاجة. لا مقاليش أي حاجة خالص. مال هو فات عليكي ووصلك ليه؟ ما اعرفش، انا لقيته فايت عليا وبيقولي عايزه اريحك من زحمه المواصلات بس. الحكايه كده يعني؟ ماما انتي قلقانه من ايه بس؟ شيماء انتي عمرك ما بتخبي عني حاجه، طول عمرنا متعودين نتكلم مع بعض، واحنا وضعنا دلوقتي غير الاول. عارفه كويس جدا وعارفه ان وضعنا بقى احسن من الاول بكتير كمان. لا مش احسن، احنا دلوقتي من غير راجل. اخوكي ربنا يخليه بس لسه عضمه طري، الناس ما بترحمش، انت لازم عينك في وسط راسك. فهماني؟ فهمك. طيب ما تبقيش تركب معايا العربيه تاني. اوكي مش هعمل كده تاني. مدام حنان. نعم. هي مدام سمحت اتاخرت ليه؟ هي مش جايه النهارده؟ لا جايه ان شاء الله، ما اتاخرتش ولا حاجه، هي بس خليتني امضي مكانها عشان عندها مشوار مهم هتخلص وتيجي على طول، زمان على وصول. مسكينه في الوقت ده هتبقى محتاجه كده شاب جدع يقف جنبها. انت عارفه مشاكل القواضي والمحاكم والطلاق والمحاميين. يلا الحمد لله انك ما جربتيهوش. هو ايه ده اللي انا ما جربتوش؟ الوقت بقى بتاع المشاكل ده، الطلاق بقى والمحاكم والقواضي. على فكره مفيش كده خالص، ولا محاكم ولا طلاق ولا مشاكل ولا قواضي. انا مش عارف انت بتجيب الكلام ده منين. الست كل حكايه عندها شويه مشاكل في البيت مش اكتر. يعني انت ما سمعتيش لما كلمت ابنها في التليفون على الشقه الجديده اللي نقلوا فيها؟ سمعتيش انت كمان بتستنى تعزمها العطيه؟
عيب ما يصحش. انا يعني ما بتصنتيشي. اي يا استاذ. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الفل يا ست الكل. صباح النور يا استاذ عطيه. اتفضلي. ايه ده؟ بس ثانيه واحده. دي البرفان اللي انا بستعملها. بس انا ما طلبتش منك حاجه. اصلا ما خلصتش اللي عندي. ويعني ما يجراش. ايوه طب يعني تمنها بقى زي ما هو ولا بتزود زي كل حاجه؟ لا لا ما يحصلش، دي هديه كده للكريم بس. هديه ليه بقى ان شاء الله؟ ما انا كل مره بدفع لك اللي باخده. لا المره دي انا اللي جبتها من نفسي، انت ما طلبتيش. لا ما ينفعش يا استاذ عطيه، لو هاخدها لازم ادفع ثمنها. لا لا عيب بقى. لا قولي بجد بكام؟ ما يستاهلوش، بس يا ريت ما تسيحيش. ادخل دكتور. مدام حنان موسى مستنيه حضرتك بره. طب خليها تفضل. اوكي. شيماء. ايوه. تعالي يا عبدي. افندم. ايه الحلاوه دي؟ انت ازاي حلوه قوي النهارده كده؟ ميرسي قوي يا دكتور، يعني ده من ذوق حضرتك. انا مش بجاملك، انا بتكلم بجد على فكره. فعلا شكلك حلو قوي النهارده. وبعدين ايه حضرتك دي؟ انا مش اكبر منك بكتير يعني. ماشي يا دكتور. اوكي. وبعدين اللي هيكون بينا اكيد هيشيل ما بيننا التكليف. لا مش فاهمه. بص يا شيماء، انا عايزك تحكي لي كل حاجه، تبقي صريحه معايا، ما تكسفيش مني، وبعدين ما تعمليش نفسك مش فاهمه عشان انت فاهمه. انا هروح نادي مدام حنان. ماشي، بس هنكمل كلامنا بعدين. اتفضلي حضرتك. الو. ايوه دكتور حازم. ايوه شيماء، عامله ايه؟ بقولك ايه، انا هعدي عليكي، عايز اتكلم معاكي شويه. معلش انا اسفه يا دكتور، مش هينفع خالص. مش هينفع ليه؟ اصل بصراحه ماما زعقت لي لما انا ركبت معاك اخر مره من غير ما استاذنها. زعقت لك ليه؟ هي مش واثقه فيا. انا اسفه جدا يا دكتور، اوعى تزعل. لا لا انا مش زعلان ولا حاجه، هي مامتك وواجب ان انت تسمعي كلامها. مع السلامه. ازيك يا شيماء؟ وحشتيني قوي يا حبيبتي. انت مين اصلا؟ انا ما اعرفكش. ما تعرفنيش ازاي؟ انا ابوكي، اسمي ورا اسمك على طول. الابوه مش بالاسماء. انت اصلا بني ادم مش مسؤول. انت قلتي اهو انا بني ادم، يعني ضعيف وبغلط. يبقى الغلط عندي انا. افتكرتك ما بتغلطش. شيماء يا شيماء انا ابوكي. سيبك من كلام امك ده، ما تمشيش وراه. انا عارف امك هي اللي بتقسيكوا عليا. ايوه انا غلطت، وايه يعني؟ ما كل الناس بتستحمل ويعيشوا عشان خاطر يربوا ولادهم. طول عمر امي غبيه وجحده، هي اللي قست قلوبكم على دي. الست اللي بتتكلم عنها دي شافت المر معاك كام ولا لا؟ عمرها ما شافت يوم عادل ابدا. شقيت وربتنا وفي الاخر خنتها وربتها في الشارع. طب خلاص ما تزعليش، انا هصالحها ونرجع زي الاول واحسن كمان. حتى لو هي سامحتك انا لا يمكن اسامحك. اتفضل اطلع بره. ممكن برضه مش هتقدري تلغي ان انا ابوكي. اتفضل مدام حنان، كنت عايزك دقيقه بس. معلش اتفضلي دقيقه.
فطرتي ولا فطرتيشي؟ اه الحمد لله فطرت. وانا بصراحه يعني لو قصدتك في خدمه تعمليها لي وما تكسفينيش؟ عينيا عشانك لو اقدر اعملها. انا بصراحه اصلي كنت عايز اتجوز وعايزك تتوسطي لي. تتجوز؟ انت يا ابني مش متجوز؟ لا 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 خلاص، ما انا طلقتها بس انا ما بقولش يعني عشان برستيجي. وبعدين طول ما الراجل بيقدر يصرف على بيته وعياله يتجوز تاني، ايه يعني ما يجراش؟ طبعا ما يجراش، ايه يعني تاني وتالت ورابع يا سيدي وعنا. بس هي العروسه مين بقى؟ سامح. لا ما تتخضيشي، وبعدين انا عرفت ان هي اتطلقت ومحتاجه راجل زي عشان يحميها. راجل ايه يا اخي؟ راجل ايه؟ ده ابنها اطول منك. هي الدنيا جرى فيها ايه؟ انت اتجننت؟ اولا ابنها اقصر مني، ثانيا انا مش بطلب حاجه عيب وحرام، انا هتجوزها عرفي على سنه الله ورسوله. عرفي كمان؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. اي ايه؟ يا نهار اسود. في ايه يا مدام حنان؟ هو في ايه بس؟ ما بيقول لي سماح ما تنسيشي. مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. الذي جعل البقاء لله. من الشجر الاخضر فاذا انتم فاذا يا رب اجعلها اخر الاحزان. كنت تعبانه قوي، الجلسة الأخيرة جات لها في مركز الحركة وعملت لها شهر رباعي، الحمد لله ارتاحت. ربنا يغفر لها ويرحمها ويسكنها في فسيح جناته يا رب. يا رب. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ مش محتاجة حاجة. ربنا يخليك، شكرا. وحياتي عندك. صدقني مش محتاجة حاجة، انت عارفة لو محتاجة حاجة هقول. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صباح الخير يا خالد. صباح النور يا دكتور. اخبار الشغل ايه يا معلم؟ لا تمام زي الفل. دكتور نشأت اتصل وقال هيجيب البضاعه بالليل، انا هقعد استلمها منه. طب ده كويس قوي، بس ايه حد تاني يستلمهم عشان انا عايزك بالليل بعد الشغل. ليه يا دكتور؟ ما انا موجود. وبعدين هو انا قصرت في حاجه في الشغل ولا ايه؟ بالعكس يا حبيبي، انا مبسوط من شغلك قوي، انا حتى بفكر ازود مرتبك شويه. والله يا دكتور ما عارف اقول لك ايه، بجد ده كتير يعني، حضرتك بتديني مقدم وشقه وكمان هتزود مرتبي، والله العظيم ده كتير عليا. ايه بتقول الكلام ده خالد؟ انت زي اخويا الصغير. وبعدين انا عايزك في موضوع شخصي مهم جدا. شخصي؟ ايوه شخصي. عملت لنا بقى كوبايتين شاي وصايا، نقعد بقى نشربهم على رواقه. يا سلام، وده ايه الرضا السامي ده؟ ولا شكلك كده عايز حاجه؟
احبك وانت فاقساني طبعا. قول يا اخويا قرر قول. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي شيماء جالها عريس. لا بجد؟ اه والله. قول لي مين؟ هو واحد انت بتحبيه قوي وبتفضلي تدعي له على طول. يا ولا ما تقول شوقتني. مين؟ دكتور حازم. صيدلي؟ اه. كاكاو؟ اه ايه؟ ده متجوز ومخلف. اه ايه؟ يا ولد انت بتقولها لي كده في وشي؟ انا مالي، هو انا اللي متجوز ولا هو؟ يا واد ليه؟ اختك تتجوز راجل متجوز ومخلف ليه؟ لسانس اداب ومؤدبه ومحترمه وزي القمر، تتجوز واحد متجوز ليه يعني؟ اه اتاري بقى ادانا الشقه وشغل البيت وخلاك عنده، اتاري عينه من شيماء. لا يا ماما اكيد الموضوع مش كده يعني، هو راجل جدع وقف جنبنا بصراحه كتر خيره. هو بس قال لي ان هو عنده مشاكل مع مراته وكده كده داخل على طلاق وعايز يتجوز شيماء بس. والعيال هتربيهم اختك شيماء بقى؟ بص يا ماما انا كده كده عارف اصلا ان الموضوع ملعبك، بس انا يعني هو حتى وهو بيحكي لي انا كنت عارف انك مش هتوافقي. انا قلت بس اجي افتحك في الموضوع قبل ما اتكلم معاها، برضه لازم نعرف رايها ايه. خد رايها يا اخويا، انا متاكده ان بنتي مش هتوافق. خلاص اروح اتكلم معاها واشوف. روح يا اخويا، انا جايبك السودا. خلاص يا ماما انا مالي، متجوز ومخلف ايه؟ لا يا الدنيا جرى فيها ايه؟ ومحدش بيعمل حاجه لله في لله ابدا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه اتفرج على ايه؟ المسلسل التركي. لا والنبي الحلقه كام؟ لا لسه في اوله، تقدر تتابعه 650 يعني. طب كويس. لا لسه بدري. يخرب بيت مرارتك، انا مش عارف الراجل ده اتص في نظره عايز يتجوزك ليه. راجل؟ راجل مين؟ دكتور حازم طلب ايدك، وطبعا رحت اكلم ماما في الموضوع فعملت لي موشح ومعترضه بقى عشان متجوز ومخلف وبتاع. يا سلام، وايه المشكله؟ بجد مفيش مشكله؟ لا طبعا. ايه يعني ايه بقى مفيش مشكله يا ست شيماء؟ ماما انت نسيتي قلت لي ايه من يومين؟ قلت لك ايه يعني؟ انا هفتكر؟ انا فاكره اكلت ايه امبارح؟ قلت لي ان احنا دلوقتي في وضع مختلف عن زمان، وان احنا لازم نقبل حاجات ما كناش بنقبلها زمان، ونفكر في حاجات ما كناش بنفكر فيها زمان. ماما انت مش فاهمه، احنا يعتبر قاعدين في الشارع. بصراحه يا ماما هي يعني في النقطه دي عندها حق، احنا نعتبر قاعدين في الشارع، يعني قاعدين في شقه مع واحد موجب معانا، يعني احنا لو حطينا مرتباتنا احنا الثلاثه على بعض مش هتجيب شقه قانون قديم. يعني ايه موافقه تتجوزي راجل متجوز ومخلف تبقي زوجه تانية؟ ده لو رفض اخوكي من شغله، لو رفضنا طلبه لارزق على الله. طب ليه كده بس يا ماما؟ ما الطيب احسن. مفيش الكلام ده، طلبه مرفوض. بس بعد اذنك الطلب ده يخصني وانا من حق افكر فيه. تفكري فيه؟ تفكري فيه لوحدك؟ ده اليوم اللي تفكري فيه لوحدك دلوقتي يا شيماء؟ ماشي، بس يا ريت بقى وانت بتفكري ما تخلينيش اندم ان اتطلقت من ابوكي، لان لو كان معانا دلوقتي ما كنتش قدرت تقولي اللي بتقوليه ده. ابويا؟ ابويا مين يا ماما؟ انا اصلا ماليش ابهات. ابويا ده اللي خانك مع حته واحده جربوعه في اوضه نومك وعلى سريرك، وانا شفتهم بعينيا. جاي دلوقتي تقول ابويا؟ لا يا ماما انا ماليش ابهات. وبعدين ما طالما الموضوع هو ضل الراجل وبس، اتطلقتي منه ليه؟ كنت صبرتي بدل الم... معلش يا ماما ما تزعليش من شيماء، هي ما كانتش تقصد. اختك بتعيرني يا خالد، بتعيرني ان انا طلقت وخدته. طب خالد اعمل ايه يعني؟ انا كنت فاكره ان انتوا اللي طلعت بيكم الدنيا، بس انت غلطان. لا طبعا يا ماما ما تقوليش كده، ده انت خير وبركه، احنا مالناش حد غيرك اصلا. وبعدين ما انت عارفه، انت عارفه شيماء بتحبك قد ايه. ايوه فعلا، ما هو باين. لا يا ماما انت عارفه ان شيماء لما بتتنرفز بتقول اي كلام، صح ولا مش صح؟ يا ماما احنا عايشين برضاكي، وبعدين احنا عارفين انت استحملتي علشاننا قد ايه وضحيتي علشاننا قد ايه،
والله كل ده شايلينه فوق دماغنا. خلاص بقى عشان خاطر ما تزعليش. خلاص بقى ساعه شيطان بقى وخلاص بقى عدت. خلاص بقى. خلاص بقى صلي على النبي. هقوم اعمل لك كوبايتين شاي تاني غير اللي برد دول ونشربهم على رواقه من غير بقى لا شيماء ولا بتنجان ولا اي حاجه. خلاص؟ ايوه كده اتحكى يا امها. خلاص بقى ما تزعليش. يا حنان فين العيال؟ اتعشوا وناموا. مش هتقلعي بقى الاسود ده؟ فاتوا ثلاث ايام العزا خلص خلاص. دم يا كامل امي الله يرحمها ويحسن اليها. ايه يا حنان ما كانت زي امنا كمان. بس الحزن في القلب يا بنت الناس. الله ناقصه كاب اكتر من كده. كفايه المصايب اللي مستنيانا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مصايب ايه بس يا راجل؟ معاش امك برضه كان نوايا بتسند الزير. دلوقتي مفيش قدامنا غير مرتبي ومرتبك. واحنا عندنا عيال بمصاريفهم ومصاريف مدارسهم. حول الله يا ما هو حالنا حال الناس يا سيدي. افكرت في حاجه ممكن تساعدنا شويه. ايه هي؟ هنطلق. يا نهار اسود. اسمعي بس، اسمعي بس للاخر. احنا هنطلق رسمي ونكتب ورقه عرفي. يا انت اتجننت؟ عشان نفضل برضه متجوزين وانت في نفس الوقت تقدري تستفيدي بمعاش امك. لا حول الله يا رب. انا اول مره اسمع كلام زي ده. اديكي سمعتي. واحنا بقى مش فاضلنا غير حل تاني، اننا ندور نشحت بالعيال في الشوارع مش واجب. ان شاء الله ما تفحت. انت اتجننت؟ ماما ماما حقك علي. انا اسفه. نبي ما تزعلي مني عشان خاطر. طب تعالي اقعدي اقعدي عشان خاطر. ماما انا والله العظيم متلخبطه ومش عارفه افكر. بس انا والله العظيم بحب حقك علي. انا اسفه. ما تزعليش يا حبيبتي. انا خايفه عليكي وانا كمان بحبك قوي. انا ملياش حد غيركم. انا حبيبتي مش عايزاكي تتبهدلي زي ما انا اتبهدلت. زي ما انت قلتيلي عمر ما كانت الفلوس تعمل استقرار. يا شيماء يا حبيبتي انا غلطت في اختياري. مش عايزاكي تغلطي زي. خلاص اوعدك ان انا هفكر كويس وهعمل اللي انت عايزاه. بس اهم حاجه ما تزعليش مني. الو اهلا اهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج رضوان. يا راجل يا طيب يا كمل والله ما في زيك اتنين. ايوه الاجهزه وصلت ده من العصر. يا راجل يا طيب ربنا يكرمك يا رب ويخليك. على فكره الاقساط في ميعادها زي ما اتفقنا كل اول شهر. انا كلمتي واحده. قسط يا ست الستات. انا مش متصل عشان القسط. ما انا عارف ان انت هتدفعيه كل اول شهر. هو احنا اول مره نتعامل سوا؟ انا متصل عشان موضوع تاني خالص. انا عاوزك تعزميني على الغدا عندك. حلاوه الشقه الجديده. ولا انت بخيله؟ الغدا؟ طبعا ده انت تشرفنا وتنورنا وتشرفونا وتنورونا يا رب انت والمدام والاولاد. احنا كمان عايزين نعرفوا الاولاد على بعض. ولادك ايه وولادي ايه؟ انا هجيلك لوحدي اتغدى معاكي. وكمان مش عايز ولادك يكونوا موجودين في البيت. قولي لي على ساعة يكون الاتنين فيها بره في اشغالهم علشان ناخد راحتنا كده. راحتنا ايه يا راجل يا ناقص يا واطي؟ ده انا لو شفتك قدامي دلوقتي اقلع الجزمه واضربك على دماغك. على فكره الاجهزه بتاعتك مش عايزينها. تعالى يا اخويا خدها يا واطي يا ناقص. ده طليق كان صاحبك. يا نهار اسود ومنيل عليك. يخرب بيتك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. إيه؟ حسبي إيه؟ الله ونعم الوكيل. في ايه يا ماما بتحاسبيني في مين؟ واحده صاحبتي عصبتني في التليفون. يا سلام للدرجه دي؟ ده انت صوتك جايب اخر الشارع. مالك انت بشغل النسوان ده؟ يلا يلا روح قول لاختك هنتعشى مع بعض دلوقتي. طيب ماشي بالراحه كده. صلي على النبي. في ايه؟
خلاص السلام. خلاص هروح. يلا بقى امسح رقمها من عندك يا ست. همسحه يلا. ماشي هرسوت هتريك. عمال تقول لي بقى ادفعي براحتك وقسطي براحتك وادفعي اللي انت عايزاه وانا زي الهبل اصدق لك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا عرضك ما ترفضش ابدا يا دكتور، واي بنت تتمنى انها تصادف عرض زيه. انا فكرت كتير يعني انا ما انكرش ان انا بصراحه مبهوره بشخصيتك القويه وبنجاحك الكبير، بس انا بصراحه مش قادره اشوفك غير انك اخويا وبس. يمكن عشان دخلت بيتكم في الاول من باب الاخوه وتعاملت معاكي على الاساس ده. يمكن انت حاسه الاحساس ده، لكن انا من ساعه ما شفتك يا شيماء لاول مره حسيت ان انا هعيش معاكي الحياه اللي انا بحلم بيها، لان حياتي مع مراتي كلها نكد في نكد. انا اسفه قوي يا دكتور، بس انا كنت صريحه معاك. انا عارفه ان انت افضلك كتير قوي علينا ولولاك كنا اترمينا في الشارع، بس انا مش قادره احس فعلا غير انك اخويا وبس. هو زي ما انت قلتي بالظبط، في بنات كتير قوي تتمنى العرض ده. اشربي العصير. اشربي. غالية نور. أيوة خلي جوزك يشتغل شغل إضافي، إن شاء الله حتى يشتغل سواق تاكسي، ولو هو مش عايز يتعب نفسه كده ويستعمل. الله، وأقول تمشي وراه كده بالكلام ده؟ أعمل إيه بس سماح؟ أعمل إيه؟ أنتِ طلقتي أهو، قاعدة بعيالك بره وعلى كف عفريت. على الأقل أنا بقى ألاقي مكان أقعد بيه بعيالي. على رأي المثل أهو ضل راجل. بقول لك أنا حاسة إن أنا تعبانة، أنا هستأذن. طب يا حبيبتي يلا روحي وانا هبقى اتكلم اطمن عليكي، وانا حمدي بدالك ما تقلقيش. عجبك البرفان الجديد؟ والله لسه ما خلصتش الاولاني، ما فتحتش التاني لسه. ما فتحتهوش؟ بس انا امبارح حلمت بيكي حلم. قال ايه؟ لابسه قميص نوم شفتشي وحاطه بقى بالبرفانه اللي بتقولك. يا نهارك اسود ومنيل، غور على مكتبك، لا اللي في رجلي ونازلين ونازلين على فوقك، انت اتهبلت يا راجل انت؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. خلاص ما تنسنيهوشي، بس بكره بقى تجيب الازازه الجديده بتاعتي عشان دي ب 20 جنيه. 20 جنيه؟ قولي استنى لبكره. لا يا اخويا مش هستنى لبكره، خدها اهو، غور على مكتبك. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل. دي مقطوعه بس مفيش واحده جايه. يا نهار اسود. بقولك يا خالد، تبلغ الست والدتك ان انا محتاج الشقه بتاعتي اللي انا مديها لكم ضروري، لان جالها زبون مهم جدا وانا محتاج الفلوس دي احطها في صيدليه المهندسين. ايوه يا دكتور بس حاضر. من غير بس، العقد بتاعكم قرب يخلص خلاص، وانا مش هجدد لكم تاني، على اول الشهر الموضوع ده يكون خلص، عايز شقتي. يا دكتور اول الشهر ده فاضل عليه يومين، طب ادينا فرصه بس على الاقل. مفيش فرصه يا حبيبي، شقتي وقلت مش هجدد العقد بتاعها. بقولك على حاجه تانيه، انا كمان مش عايزك في الشغل. وجدعانه مني هسيبك لحد ما تلاقي شغل تاني. خلصتي من الحوار ده لو سمحت وبسرعه. حول ولا قوه الا بالله. بقى لنا نص ساعة قاعدين وما قلتيش ولا كلمة. قلت لي يلا نخرج بره عشان نتكلم، وادينا جينا بره برضه ما بتتكلميش. طب ايه، نقوم نمشي؟ لا لا نمشي ايه؟ انا ما نمشيش. انا اصلي يعني انا كنت عايزة اعرف وانا بالنسبة لك ايه؟
يعني اوقات كتير قوي بحس انك بتعاملني زي اختك، اوقات تانية بحس ان انت بتعاملني اكتر من اختك. يعني بصراحه في مشاعر كتير قوي انا متلخبطه جوايا ومش عارفه اقول لك ايه. ما انت قلتي كل حاجه لوحدك اهو، كل اللي قلتيه مظبوط ما عدا بس موضوع اختك ده. اكيد طبعا انت اكتر من اختي، انت حاجه اغلى اهم، انت فاهمه بقى الباقي. انا مكسوفه قوي بصراحه. يعني انا بصراحه انا والله العظيم انا عمري ما كنت جريئه كده. انا عارف انا في اوقات كتير قوي فكرت ان انا اسيب فيها الشغل، يعني لو هيحصل كده مشكله بيني وبينك. طب ايه علاقه انك تسيبي الشغل او تكملي بان حاجه تحصل ما بيننا او ما تحصلش؟ لا انا ما اقدرش، يعني انا نفسي مش هقدر. انت بتحبيني ولا يا شيماء؟ إيه؟ لا انا 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 والله العظيم انا انا لا انا مش عايزاك تفهمني غلط. إيه؟ انا والله العظيم ما اقصد اي حاجه. هو احنا ممكن نمشي اصلا. خلاص اهدي، احنا ممكن نغير الموضوع على فكره. بصي انا احتمال اسافر السخنه كده يومين اغير جو، تحب تيجي معايا نغير جو سوا؟ اجي معاك ازاي يعني؟ لا مش فاهمه. طب ايوه انا هقول ايه لماما؟ اي حاجه، اي حاجه زي البنات ما بتعمل، يعني بايته بره عندي شغل، انتوا مش هتغلبوا يعني. لا انا اسفه قوي يا دكتور، ما اعتقدش ان ماما ممكن توافق. على فكره انا ماما بتخاف عليا قوي، وبعدين انا ما اعرفش اعمل حركات البنات دول. حركات البنات دول براحتك، انت الخسرانه. شيك لو سمحت. ما انا ما قلتلكيش، هو قبل كده تقدم لك وطلبك مني وانا رفضت وديته فوق دماغه. انا ما اعرفش ازاي فتحك في الموضوع ده تاني. والله يا همي يبكي وهمي يضحك، هو ما فتحنيش في الموضوع ده، هو كان بيعاكسني بس انا ايه ما سكتلوش، اديته من منقي خيار. شاطره. يا محسن هات حاجة ساعة للمكتب كله على حسين. خير يا حبيبتي؟ أصلا أنا رجعت لجوزي. ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. مبروك يا مدام سماح، أنا قلت برضو إنكم ما تطولوش. الله يبارك فيكي يا أستاذ عطية. ألو. ايوه يا شيماء. ايوه ماما، انا خلاص خلصت الشغل. لا ما الحمد لله الدكتور قال مش لازم اقعد لحد بالليل. انا كنت ماشيه دلوقتي، هتفوتي عليا؟ هعدي عليكي في سكتي يا اختك. ماشي يا حبيبتي، لمسافه السكه على طول. انا خلصت، يلا مع السلامه، باي باي. بيك من نفسك. حاضر. الو. ايوه يا عم، يا ترى ازازه البرفان اللي جبتها لحضرتك عجبتك ولا غيرها؟ انا عطيه العريس. كنت حضرتك قلت لي هتكلمني يعني كمان يومين وبعدين يعني اختفيت كده، فقلت يعني اتصل اطمن يعني.
لا في الطلب اللي طلبته من حضرتك يعني بنتك وكده الجواز وكده. لا مفهوم مفهوم. لا مفيش مشكله ولا حاجه، بس يعني يا ريت بس حضرتك لو ازازه البارفان تسيبها مع البواب وانا معدي بس كده اخدها يعني اكون شاكر. طب برضو ما تنسوش بس انا كنت نازله بس ماما قالت انها تفوت علي. طيب بما انها تفوت عليكي بقى ما تيجي نقعد جوه شويه؟ جوه فين يا دكتور؟ انا مش قادره افهم هو حضرتك شايفني ازاي؟ يعني قبل كده تقولي اجي معاك العين السخنه ودلوقتي ادخل معاك جوه؟ هو انا غلطانه ان انا اتكلمت معاك بصراحه؟ يمكن عيبي ان انا واضحه وصريحه بس الظاهر انت فهمتني غلط. انت اللي فهمتني غلط، ليه كل الكلام ده يعني؟ كل ده عشان بقولك تعالى اقعد جوه؟ ممكن ابقى عايز اتكلم معاكي، احكي لك، افضفض لك، بتفهميني غلط على طول. وبعدين ساعات بحس ان انت وحشاني. محتاجه اتكلم معاكي، محتاجه افضفض لك. ممكن ده يبقى حب؟ حب؟ انا لازم انزل علشان أكيد ماما مستنياني تحت. باي باي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. أنا اسمي خالد صالح وكنت شغال صيدلي في صيدليات دكتور حازم السويفي ومعايا بقى خبرة 3 سنين في صيدلية قبل كده كنت شغال فيها، كل ده موجود في السي في بتاعي. دي نسخة ممكن حضرتك تحتفظ بيها. ومشيت من عنده ليه؟ والله ظروف شخصية يعني بس ملهاش أي علاقة بالشغل مباشرة. أنا يعني في الشغل ألف حتى باين والله من السي في. لكن يعني الحمد لله. طب بص بقى يا خالد، أنا حاليا دلوقتي مش محتاج أي حد. ممكن تسيب رقم حضرتك لو احتاجتك هكلمك. طيب أنا رقمي والإيميل بتاعي وكل حاجة هنا. شكرا يا دكتور. سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله. إيه ده؟ إيه ده حضرتك؟ إيه ده حضرتي يا جماعة؟ أنتوا شفتوا حاجة غريبة؟ أنا قاعد في شقتي ولا أنتوا نسيتوا إن دي شقتي؟ أيوة بس إحنا مأجرين البيت. إيجار إيه يا مدام؟ هو الفلوس اللي أنتوا بتدفعوها دي بتسموها إيجار؟ وبعدين أنا قلت لابنك على مهلة علشان تمشوا من الشقة وأنتوا ما مشيتوش. ما علينا. دلوقتي في زبون عايز يشتري الشقة وبسعر لقطة وأنا محتاج فلوس بصراحة، فلو سمحتوا خلاص بقى كده كفاية. أيوة بس إدينا فرصة حضرتك يعني ندبر أمورنا بس، هنروح فين؟ يعني حضرتك يرضيكي ليه الضرر؟ بقول لك في زبون لقطة عايز يشتري الشقة وأنا عايز أبيعها ومحتاج الفلوس، ممكن تقعدوا في أي أوتيل الأسبوع ده ودبروا حالكم براحتكم. أوتيل؟ آه أوتيل.
ايوه يا خالد، ما ترجعش على البيت يا حبيبي، تعالى عند خالتك رجاء. مش وقته يا خالد، حاب اقول لك بعدين، تعالى لي عند خالتك رجاء. طيب حبيبي، بعدين بعدين. رجاء جت. شفت اللي جرالنا؟ الراجل طلع واطي ورمانا في الشارع. معلش معلش يا حبيبتي، ما تزعليش نفسي. كتر خيرك يا حبيبتي، مش عارفه من غيرك كنا عملنا ايه. ما تقوليش كده بس يا حبيبتي. عموما يعني يا اختي احنا مش هنطول عندك، احنا كلها كام يوم يعني لغايه ما نلاقي مكان وندبر نفسنا. ليه بس كده؟ بيتي هو بيتك. أنا كذا مرة قلت لكم تيجي تقعدوا معايا، وأنتوا لما بترضوش. من كان برضو الواحد ممكن يبقى تقيل. ما تقوليش كده يا سماح، ده أنت أختي يا بنت. ربنا يخليكي ليا، ما أحرمنيش منك أبدا. ويخليكي ليا يا حبيبتي. يلا يا بابا، يلا يا يلا. لا خليكي يا ماما. تسلمي يا أختي، أشيل عنك. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، خليك. تعبك معايا معلش. تعبك روحي. زي زي ولا متعصبة ولا حاجة يا حنان، أنا بس مستغربة الناس والله. خلاص يا حبيبتي، والله حبقى كويسة، هشوفك بكرة إن شاء الله. يلا مع السلامة. في يا حبيبتي؟ حصل إيه؟ أنا مش عارفة الناس جرالها إيه. واحد معايا في الشغل قال بيقولوا إن حلم بيا، اتجنن ده ولا إيه؟ تلاقيهم عرفوا إنك اتطلقتي فطمعوا فيكي، وبعدين اللي عملتيه لا هو عيب ولا هو حرام. لا، الناس بقى شايفاه عيب وحرام، بيبص المطلقة انها واحده سهله، بيعاقبوها انها حبت تصلح حياتها للاحسن، حتى لو كان جوازها ده فاشل وجودها مع جوزها هيدمر عيالها اصلا. لكن الناس يهمها ايه غير المظاهر؟ عايزين دل راجل وخلاص، حتى لو كان خاين او ملوش لازمه من اصله. يا اختي ما انا قدامك اهو، عملت زي اللي رقصت على السلم، لا طايله متجوزه ولا طايله متطلقه، وجوزي كل اللي بيعمله بيبعت لي فلوس انا والعيال. يا اختي بلا وكسه، خدي اشربي الشاي وانسي، اشربي بلا وجع قلب. يا اختي اشربي، الرجاله ما بيجيش من وراهم غير وجع القلب. ايه ده؟ ايه ده يا بنت المجنونه؟ انت بتحرقي هدومي؟ انت لسه شفت حاجه؟ ده انا لو طول احرق قلبك من جوه صدرك تعملها. ليه؟ انت خلاص اتهبلت يعني؟ هوديكي العباسيه. مش عارف ليه يا ابو العيال؟ مش عارف ليه؟ روح لمراتك التانيه، الحق الحق مهند سخن، روح ودي المستشفى اجري عيان. انا شفت الرساله اللي بعتها لك بعينيا دول، يا واطي يا خاين يا دون. اتهبلت يا مجنون؟ انا مش متجوز غيري. انا مش مجنونه، انا سيبني. خدي هنا يا عفان. يا حبيبي انا قلت لك لما تيجي هقول لك. يا خالد ما تقلقش، مفيش حاجه. طيب لما تيجي حاضر، يلا ما تاخرش بقى، مع السلامه. الو، ايه انت بتقولي ايه؟
اشكتي يا حنان، رديتي وعشتي وسكتي زي ما كنت بتنصحيني يا اختي. مش كان احسن لك بدل ما تفقدي عمرك وتيتمي عيالك؟ وهو ده اللي راكب. انا رفضت دكتور حازم علشانك، والنتيجه كانت ايه؟ طرد اخويا من الشغل ورمانا في الشارع. انا مش هفضل مستنيه كده كتير. لا يا حبيبتي، انت ما رفضتوش عشاني، انت رفضتيه عشان هو متجوز وعنده عيال. الحكايه محسوبه بالورقه والقلم. لا انا رفضته علشانك طبعا، انت قلت لي ان انت بتحبني، واخره الحب طبيعي الجواز. انا قلت لك هتجوزك؟ انا وعدتك بالجواز؟ بطلي بقى تعيشي في دور الضحيه. ضحيه؟ طب واللي كان بينا تسميه ايه؟ هاجر، استلطاف، تضيع وقت، اي حاجه تسميه اي حاجه. وبعدين بصراحه بقى انا ما اقدرش اتجوز واحده عايشه في بيت ما فيهوش راجل، مع احترامي للسيدة اخوكي طبعا، ده غير ان مامتها متطلقه، والله اعلم بقى السبب الطلاق ايه. مش يمكن ماما شقيه زيك؟ شيماء ماما؟ لا والله، ده انتوا مطبخينها سوا بقى عشان تدبسوني رسمي. ها يلا يا شيماء، انا رجعت لابوكي، يلا بينا على بيتنا. رجعت لابوكي؟ وفي واحده متطلقه بترجع؟ قديم قوي الحركات دي. الو، صباح الخير يا شوقي. بجد دي هتبقى حلقه حلوه قوي. طب اسمع، هكمل فطار بس واجهز واجي لكم. سلام.
كرم، ايه اللي بيحصل في بيتي ده؟ مساء الخير يا مدام، سوري يعني على لخبطة الديكور. كرم بعد اذنك عايزك شوية. من عينيا الجوز ومناخير اللوز. ثانية تعاليلي انت اسهل، انت شايفة الدنيا زحمة قدام ازاي؟ لو سمحت لم القرف ده وخد اصحابك وتفضل اطلع بره. يا بيرو الكلام ده ازاي تقولي كده؟ وبعدين انت ايه المشكلة فين يعني؟ المشكلة ان انا بشرب؟ ولا المشكلة انك دخلت عليا فجأة لقيتيني بشرب؟ ولا المشكلة ان انا في بيتك وبشرب؟ ولا المشكلة في الجيران اللي عارفين ان انا جوز الاعلامية المشهورة قوي بيشرب؟ وطي صوتك خالص، وطي صوتك خالص. المشكلة فيا انا بيرو؟ ايوه انت بقيت المشكلة. ماشي يا جميل، انا هسيب لك البيت كله واروح اعشق في اي حته ما فيهاش فيها جيران. قلت لك وطي صوتك. مالك حبيبي؟ اهدى بس يا بابا. اوعى كده، اوعى كده بس يا كده بس. حرام عليك يا بيرو، حرام عليك انت يا اخي بقى، كفايه بقى، حرام عليك بقى. اروح اعشق في اي حته ما فيهاش فيها جيران. وطي صوتك واخدتي الفستان اللي اتفقنا عليه؟ يا مدام تمام. والاكسسوار كله حلو؟ كله تمام. الو، ايوه انا مع المدام اهو جايين. الكوافير والمكياج جاهزين؟ طيب تمام. سلام. عبير فهمي دي دمها يلطش، ما تنفعش طبعا للبرنامج ده. بالعكس بقى، ودلوقتي تشوفي بنفسك. اشمعنى عبير؟ اشمعنى دي بالذات؟ عشان هي عبير فهمي. ايه ما تعرفيش حاجة عن تاريخ عبير فهمي؟ لا طبعا اعرف تاريخ عبير فهمي. كانت متجوزة رجل اعمال فلس، كان شمام باين؟ شيماء، انا ما اسمح لكيش تكلمي عن اي زميلة بالاسلوب ده. يا فندم انا ما اقصدش، بس حضرتك متحمس لها زيادة عن اللزوم. ما اعرفش على ايه كل ده. لو هي بتعرف تعمل حاجات انا ما بعرفش اعملها، انا ممكن اتعلم. ده تلميح، وتلميح رخيص، وانا ما اسمحش بيه. أنا مش قصدي يا فندم، أنا قصدي يعني عن طريقتها في تقديم البرامج. عشان عندها حضور، كاريزما، الناس بتحبها، ودي حاجة من عند ربنا، حاجة ما حدش يقدر يتعلمها ولا يقلدها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام يا فندم، أنا هستأذن أنا بقى عشان أروح أقدم برنامج الطبخ بتاعي. عن إذنك يا فندم. برنامج الطبخ بتاعي؟ ما طول عمر أمهاتنا بيطبخوا من غير برامج.
وحشتيني. سمعت انك عامله برنامج جديد. اه ميرسي يا جماعه. عقبالك يا روحي. تسلمي لي، ربنا يخليك يا حياتي. ميرسي. ماشي يا روحي. باي. صباح الخير يا معتز. صباح الخير يا استاذه. ها ايه الاخبار؟ جاهزين ومستنيين حضرتك. طب انا حجز واجي لكم على طول. سعيد جه كان هنا دلوقتي، هشوف حضرتك حالا. طيب هاجي لكم. يا ريت تشوفوا بسرعه عشان مدام عايزاه ضروري. من عينيا حاضر. الو. ايوه استاذ. استاذ عبير وصل وبتسال عليك. ايوه يا كرم، قلت لك مش عايزه اسمع صوتك تاني. ما هو انت ما بتكلمنيش الا لا في مصيبه لا عايز فلوس. نعم. لا 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 لا، المره دي مش هساعدك. اعلى ما في خيلك اركبه. مش عايزه اسمع صوتك قلت لك. ويلا سلام عشان عندي شغل. ماشي. مساء الخير يا استاذه. اهلا استاذ سعيد. سالت على إيه؟ حضرتك ربنا يخليك. يا احنا جاهزين كده. ياسر جه. هو والله انا لسه مكلمه حالا، هو على وصول. طيب طيب انا جاهزه بس شويه كده وهحصل. يلا بينا دقايق ان شاء الله نبتدي. اعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم جميعا. مساء عالم الرياضه. عالم الرياضه كله جديد، كله مفاجآت، كل يوم معانا نجم. هنتكلم وحنحكي وحنقول أسرار وحكايات. معايا النهاردة كابتن منتخب مصر وكابتن نادي الزمالك كابتن حازم إمام. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن فؤاد. طبعا أنا متشكر على المقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتها دي. لا دي أقل حاجة. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. كابتن حازم، النهاردة عايزين نتكلم شوية مع بعض وندردش، والناس عايزة تعرف حاجات كتير. نبدأ النهاردة نتكلم في أول كلامنا عن بداياتك خالص في نادي الزمالك. هل أنت من ناشئين نادي الزمالك ولا كنت في نادي تاني وجيت على نادي الزمالك، ولا الحكاية؟ عايزين نعرف الحكاية كلها. لا طبعا أنا بادئ من ناشئين نادي الزمالك. قعدت خط الاختبارات من وأنا عندي 6 سنين. بدأت أتدرج في مراحل الناشئين لغاية لما تدرجت ووصلت للفرقة الأساسية، لأن كنت أنا بلعب في مدرسة الكورة من وانا عندي 6 سنين. فبدات العب في فرق الاساسيه من وانا عندي 8 سنين. يعني بدات امشي بصوره، الحمد لله بدات امشي بصوره كويسه لغايه لما طلعت الحمد لله للدرجه الاولى يعني. ودخلنا في تحت 14 و16 اكيد طبعا يعني كانت فترات، طبعا كانت فترات كويسه جدا. كنا بنلعب فرق قويه طبعا، ودورات كانت بتبقى قويه جدا، وكان على طول ماتشاتنا الماتشات بتاعتنا بيننا وبين النادي الاهلي كان بتبقى قويه جدا في السن ده عموما يعني. نعيم افرد وشك يا نعيم، انا مش جايبك تخوفني. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ ياسر، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا معتز المساعد استاذ سعيد مخرج البرنامج. اهلا، ازيك يا معتز، اخبارك ايه؟ الحمد لله استاذ. امال الاستاذ عبير فين؟ ده انا بحبها قوي. هي حضرتك هتلاقيها هنا في الاوضه هنا بتجهز. طيب امال انا اوضتي فين يا ابني؟ اول اوضه لمين؟ تمام. طيب ماشي، عن اذنك. اتفضل يا استاذ. استاذ ياسر. ايوه يا فندم. ممكن طلب؟ لا ايه، فلوس؟ ما حلتناش حاجه، انا سالف منه قبل ما اجي. لا انا كنت عايز اتصور مع حضرتك واحد سيلفي. بس كده من عينيا الاثنين. ربنا يخليك يا استاذ. والله معاك موبايل؟ معايا موبايل. الله حلو ده. اتفضل بقى حضرتك صورني. يلا يا سيدي. يلا يلا تعالى. في ايه يا معتز، انت هتبوسني ولا ايه؟ لا لا الصوره بس. هنا. هنا. يلا يلا. بوزك كله طلع في الصورة زي العسل. ربنا يخليك يا استاذ، متشكر والله. عن اذنك يا معتز. استاذ. ايوه يا فندم. الموبايل بتاعي. ده مؤاخذة. ماشي. اتفضل. نورنا والله يا استاذ. الله يخليك. انا فرحان اني شفتك والله. الله يحفظك. ربنا يخليك لينا يا رب وما نتحرم منك ابدا. جلهم لك. ربنا يخليك. قمر يا مدام. قمر يا بيبي. ميرسي. انت خارج ولا ايه؟ يا روحي اجيب لك حاجه من تحت. حاجه من تحت؟ انت نسيت ان احنا معزومين ولا ايه؟
كرم انت فيك ايه؟ انت رجعت تاني ولا ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ والله ما رجعت، والله ما رجعت. ليه حرام عليك؟ ده انت اتعالجت وخفيت وبقيت زي الفل، ليه ترجع تاني؟ انت ايه؟ انت ما بتتعبش؟ ما بتزهقش؟ مش خرفان من نفسك؟ قلت لك مفيش حاجة، مفيش حاجة، خلاص بقى خلاص بقى. طب بما انه خلاص بقى، هات الفلوس، هات ايه؟ هات الفلوس، هات الفلوس تاني. مفيش فلوس تاني، مفيش فلوس، حرام عليك. ما انا قلت لك يا اخي مش كل واحد خسر شركته وفلس يعمل كده، حرام عليك. قلت لك هقف كام مره هساعدك وهتبقى احسن من الاول، انت مفيش فايده فيك خالص. ولعلمك مفيش فلوس تاني، هاخد فلوسي كلها ومش هسيبها في البيت، ولا مجوهراتي اللي سرقتها من سنه، فاكر ولا نسيت؟ ما لحقتش تنسى طبعا. كرم طلقني يا كرم، طلقني. قلت الفلوس يا شيخة روحي، طلعني 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 طلعني. نتكلم بقى عن منتخب مصر، نفسنا نوصل لكاس العالم. انا شخصيا ما شفتش كاس عالم من سنه 90 وعايزين نجيب جون تاني، يعني مش كل هنقعد نجيب جون واحد طول حياتنا. انت شايف ايه بالتوليفه اللي موجوده انتوا كشباب دلوقتي موجودين والمدرب الحالي لمنتخب مصر، شايف في امل ان احنا نوصل لكاس العالم فعلا؟ انا شايف ان في امل الفتره دي اكتر من السنين اللي فاتت بكتير. ليه؟ احنا عندنا الحمد لله دلوقتي لعيبه محترفين مؤثرين جدا، محمد صلاح والنني وكوكا طبعا لعيب مؤثرين جدا. هتشوف جوه مصر برضو حتى اللعيبه الصغيرين، تلاقي لعيب زي حجازي راجع من فيورنتينا برضو لعيب كويس. عندنا كابتن حسام غالي طبعا خبره في نص الملعب. هتلاقي عندنا عبد الشافي، ما عندناش لعيبه صغيره يعني اتقال عليها ما عندهاش خبره. طيب حازم امام، هبعد بيك شويه وهقول لو انت وصلت لمرحله انك اعتزلت الكوره هتعمل ايه؟ افضل في مجال الكوره برضه، يعني تدريب وكوره، مش عايز مثلا تخش في اعلام تنافسنا حاجات كده؟ مش لا عايز. لا ما ادرس نفسك طبعا يا كابتن، لا انت في لا حته انا في حته، لا تشرف وتنور. لا لكن انت شايف نفسك في الكوره يعني التدريب؟ بحب، انا بحب يعني ما بشوفش نفسي بعيد عن الكوره، يعني لازم افضل موجود في المجال ده. لو سمحت اعمل لي واحد شاي انما سكر سعيد. مدام عبير جهزت؟ مدام عبير جهزت واستاذ ياسر وصل وبيجهز. حازم احنا دلوقتي الدوري طبعا بدون جمهور، نلعب من غير جمهور. لو رجعنا من كام سنه ورا كانت الملاعب الماتشات كلها كان الجمهور طبعا بيملى الملعب وكان الموضوع مختلف خالص. انت كلاعب كوره فرق معاك الموضوع؟ اكيد يعني طبعا. حاسس بفرق طبعا، ماتشات ملهاش طعم من غير جمهور. كان الفترات اللي احنا اتحطينا فيها تحت ضغط السنه دي بجمهور نادي الزمالك، احنا خسرنا نتيجه كبيره في تونس بسبب ان احنا بقالنا فتره كبيره مش حاسين بالجمهور طبعا. والنادي الاهلي نفس الحكايه، خرج من بطوله افريقيا بسبب الضغط الجماهيري. فدي اثرت طبعا على لعيبه مصر كلها. احيانا الفريق بيبقى متاخر بهدف او هدفين او محتاج يجيب هدف، والحماس الجماهيري ده بيخلي اللعيبه تاكل النجيل زي ما بيقولوا. اكيد اللعيب رقم واحد الجمهور، اللعيب رقم واحد يعني بيطلع الطاقه اللي جوه اللعيب اللي هو مش قادر يطلعها. ربنا يوفقك كابتن حازم في نادي الزمالك وفي منتخب مصر، وان شاء الله توصلوا لكل الاحلام اللي انتم بتتمنوها ان شاء الله. كابتن وميرسي لوجودك وشرفتنا ونورتنا. انا مشرف بيك كابتن، ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك يا رب. اعزائي المشاهدين، ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده من عالم الرياضه. بكره ان شاء الله في نفس الميعاد مع عالم الرياضه ونجم جديد
وكابتن فؤاد. تصبحوا على خير. متشكرين يا كابتن. توفيق ان شاء الله. متشكرين يا كابتن. ربنا يخليك كابتن. احسنت يا كابتن. شرفتنا ونورتنا. موافق ان شاء الله. توفيق ان شاء الله. شكرا. موافق يا كابتن. نسبة المشاهدة بتزيد كل أسبوع عن اللي قبله. الإعلانات كويسة؟ تمام التمام، برافو عليك. بقول لك أنا سمعت إن عبير فهمي بتعمل برنامج هنا جديد، مش كده؟ في الاستوديو اللي جنبينا. ده المفروض إن أول حلقة النهاردة، وأعتقد إن هم هيبدأوا التصوير كمان شوية يعني. طب كويس، عشان أروح أبارك لها، أحسن دي عشرة من زمان. كلك ذوق يا كابتن، طول عمرك صاحب واجب. تعيش يا سعد. اتفضل اتفضل يا كابتن. وليد بعد اذنك مش عايز يبان. اوكي حاضر يا استاذ. استاذه هنبدا بالانترو وبعدين هنخش في الحلقه على طول. حاضر تمام حاضر. يلا يا جماعه احنا جاهزين. مش عايز السلك يبان. شكرا يا عم بكر، ربنا يخليك. خلاص هو حلو تمام. ميرسي يا وفيق، ربنا يخليك. اهلا اهلا فنانة. ازيك يا استاذ؟ ازي حضرتك؟ ازيك، اخبارك ايه؟ كله حلو الحمد لله. والله والله انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك النهارده. احنا اللي مبسوطين جدا ان انت معانا. ربنا يحفظك. اول حلقه ويا رب خير لينا ان شاء الله. مساء الخير. اهلا وسهلا. ايه ده يا كابتن فؤاد؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. استاذ ياسر اهلا يا كابتن. اهلا. والله بحبك جدا وبتابع كل برامجك انت والاستاذه. والله ربنا يكرمك. اتفضلي. ايه ده، ورد كمان ليا؟ متشكره خالص. اقل حاجه. متشكره خالص. ما شاء الله الديكور هايل. جميل الحقيقه. والبرنامج اول حلقه احنا قلقانين شويه، بس يا رب خير ان شاء الله. لا لا خليه على الله. ان شاء الله ان شاء الله خير. جميلي قلبك. الله يخليك. ميرسي. تسمحوا لي اخد صوره معاكم بالمناسبه دي بقى ان هي اول حلقه. حاضر. اوكي يا معتز. اتفضل. ايوه يا استاذ. فاكر لما صورتك بره؟ حصل يا استاذ. ممكن تصورني مع الاساتذه؟ اكيد طبعا. اكيد. اتفضل اتفضل يا فندم. ممكن موبايلك؟ معتز صورنا. انا اهو صورنا صورنا. حاضر. اوكي اتفضل استاذ. ميرسي حبيبي. يلا شدوا حيلكم يا جماعه. ميرسي يا فندم. يلا يا جماعه جاهزين. ميرسي يا كابتن. ميرسي يا كابتن. متشكرين جدا. اتفضل. ربنا يخليك لكل الملاعب يا رب. ميرسي يا عم بكر، حطها لنا في الاوضه الله يخليك. ميرسي لحضرتك. فرج. نعم يا عسليه. ما تنساش الكابتشينو بتاع المدام تدخله لها اوضتها عشان هو اللي بيعدل لها دماغها. حاضر من عينيا. حاضر. ما تنساش من غير سكر. حاضر يا سكر زياده يا موز انت يا عسل. يا دمك يا اخي. بقولك يا بت، ما تسيبك من الشغلانه دي وتعالى ستاتك على حق ربنا. كان غيرك اشطر. يلا اتكل على الله شوف شغلك. وين اللي في بالي يا رب. ده اللي جايبه هنا ده؟ أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في أول حلقة من برنامج أنت مين؟ واسمحوا لنا إن احنا نتعرف على فقرات البرنامج، بس قبل ما نتعرف على فقرات البرنامج معانا النهاردة الفنان المحبوب ياسر الطبجي. الفنان ياسر الطبجي أهلا بيك أستاذ ياسر. مؤاخذة، أنا بس بتاع الدلق مني على المكتب، فأنا مرضتش أبوظ الدنيا أول حلقة بقى. ولا يهمك، أهلا بيك ومنورنا في البرنامج بتاعنا. خليك كده نوري. والبرنامج زي ما أنت عارف اسمه أنت مين، وحنحاول نتعرف على الجوانب الفنية والإنسانية على قد ما نقدر. فاسمح لي إن أنا أسألك في أول سؤال كده، يعني أنا مش هسأل السؤال التقليدي اللي الناس بتسأله. هقول لك أنت عملت أعمال كتيرة. الحمد لله. صح؟ الحمد لله. ايه اقرب عمل لشخصيتك الحقيقيه؟ قريبه من الشخصيه؟ لا، من الشخصيه الحقيقيه. من الشخصيه الحقيقيه. لا، هو معظمهم ما كانوش قريبين من الشخصيه الحقيقيه، بس لازم يبقى فيهم حاجه من عند ياسر. اكيد. زي ايه؟ كلهم لازم يبقى فيهم جزء منك، يعني لازم تحطي زي تاتش كده
من ياسر يعني من الروح بتاعته من حاجه بتاع كده، بحيث ان انت وانت بتعملي الشخصيه لازم تبقى قريبه منك. طب بس تعالى نتعرف على الاعمال من اول ما يعني من اول اهل كايرو لحد ذهاب وعوده السنه اللي فاتت، يعني مرورا بقى بالهروب والسبع وصايا وصديق العمر والزوجه الرابعه طب تعالى اخطفك بقى واقول لك بتحضر ايه دلوقتي عشان يبقى سابق للبرنامج بتاعنا. انت مين؟ انا بحضر دلوقتي حاجه مع منتج صديق ليا، هنعمل مسلسل على اجزاء. هو اسمه كده؟ لا مش اسمه، هو مسلسل اجزاء. هو اجزاء. هو اجزاء. الجزء 700 حلقه. 700 ده بجد ولا ده الجزء الاول؟ لا انت بتهزر. لا بجد ده بجد. 700 حلقه. انتوا غلبتوا بقى الاتراك. ما احنا داخلين بقى ننافس الاتراك والهندي والايراني والباكستاني والكوري وكله يعني. وفريندز بقى كله يعني. المسلسل بيتكلم احداثه جديده كمان يعني. ايه بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم ان الاحداث كلها بتدور في الفضاء الخارجي يعني. ده بجد؟ يعني كلنا بيعينوا دلوقتي فوق في الفضاء. انت بتهزر؟ لا مش بهزر. ده فضاء خارجي؟ يعني رواد فضاء؟ احنا نفسنا فاضيين فقلنا ايه نعمل حاجه عن الفضاء الغير. طيب احنا ممكن نقعد كتير مع حضرتك. يا ريت. انت قعدتك عسل وانا مبسوط ان انا معاكي والله في البرنامج بتاعنا. جمهورنا اكيد والمشاهدين مبسوطين، لكن احنا عايزين نتعرف بقى على فقرات البرنامج بتاعنا. عندنا ثلاث صناديق زي ما حضرتك شايف قدامك كده. الصناديق دي بالوان مختلفه، ابيض اخضر اسود، جواها حاجه ممكن تكون بتستعملها او ما بتستعملهاش، ممكن تكون لازماك او مش لازماك، ده اللي هنتعرف عليه من كل صندوق. اوكي. يعني الصناديق فيها حاجات يعني. ايوه. وحاجات احنا بنستعملها يا بنستعملها يا ما بنستعملهاش. تمام. هنشوف بقى. يعني هنفتح مثلا اول صندوق الابيض. اتفضل حضرتك. الصندوق الابيض. ايوه. الصندوق الابيض. ايه ده؟ ايه رايك؟ ده مايك. ها بتستعمله ولا ما بتستعملوش؟ لا استخدمه. المايك استخدمه في ايه؟ انت عشان حضرتك بتمثل. ده لحضرتك المايك ده. لا انا ما بعرفش اغني. ممكن اغني فيه. مش كده؟ برافو عليك. ايه رايك؟ اصل احتاج اللي يوجهني جدا. تحب تغني لمين؟ اغني لفوزي. يا سلام. لحليم. حليم. فريد الأطرش. الله الله. عبد الوهاب مع حفظ الالقاب. طبعا العظيمه. بص انا ما بنقول الاغاني كده اكيد. طبعا ذهنك بيبقى حاضر لحاجات كتيره. اي تحب تغني لمين؟ انا هغني الورده. انت فكرتيني. عظيمه. يا ريت. هتغني ايه الفنان؟ ايه هتغني ايه؟ هغني مالي. اتفضل. فنانة جميلة. مش عشان اتفضل. مالي وانا مالي. بعد اذنك ونرجعه مكانه. ميرسي خالص. وهندخل على الصندوق. حلوه اللعبه دي. عجبتك؟ عجبتك؟ ايه رايك؟ الصندوق الاخضر. ايه ده؟ الله. وري جمهورنا كده. تفاحه. بتستخدمها ولا ما بتستخدمهاش؟ بتحب التفاح؟ طبعا تستخدم. طبعا اهو. يعني بنستخدمها كلنا بنستخدمها. طب تمام. حضرتك كنت جعان ولا ايه؟ انت عارفه انت لو حطيتي سندوتش وكوبايه شاي في الصندوق ده في اللعبه دي ناس كتير هتجيبك. طب تمام حاضر. دي تبقى وجبه حضرتك. نفتح الصندوق الثالث والاخير. الصندوق الاسود. الاسود بالظبط. ده غير بتاع الطيار. ده غير بتاع اي حاجه. الصندوق الاسود. بسم الله. يا ساتر يا رب. ايه في ايه؟ وري جمهورنا كده الصندوق فيه ايه. ده ايه ده؟ ده حقيقي؟ بتستخدم حقيقة. بتستخدم المسدس ولا لا؟ يعني هستخدمه في ايه بس؟ ممكن يعني ده بيبقى في الشغل مثلا في اكسسوار يعني، بس بيبقى فيك ما بيبقاش يعني ما بتستخدموش. لا والعياذ بالله. ربنا يخلينا شر. طب ربنا يخليك ما تستخدموش ابدا. خلاص دلوقتي احنا خلصنا الفقرات بتاعتنا. الفقره الاولى خلصناها، عندنا الفقره الثانيه بقى. الفقره الثانيه الحاج خليل فاز بعمره ما شاء الله. ويا ريت حضرتك اللي خلص التفاح. لا تمام. يا ريت حضرتك تقدمها لنا. والله ده يزيدنا شرف. نقدمها له طبعا.
حاج خليل. اتفضل يا حاج. اهلا اهلا. مبروك يا حاج. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل. اهلا 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 وسهلا. خليل بيبخ. مبروك يا حاج. لا ولا يهمك حاج، استغفر الله. دي رحلة عمر، ربنا يجعلها مقبولة كده بإذن الله. بس أنا ليا طلب عندكم، ممكن تلبهولي؟ اتفضل يا حاج. أنا ابني متخرج من الجامعة لي 10 سنين ومش لاقي شغل، حاولنا نشغله ما عرفناش نشغله، فممكن انتوا تشغلوه، هو خريج جامعة تجارة بدرجة جيد، يبقى لكم الشكر. لو بيبخ زيك كده محدش هيشغله يا عم خليل. لا هو مش بيبخ ولا حاجة. في حاجة بتحك في بق عم خليل. يا حاج سيب عنوانه بره، واحنا ممكن لو في ايدينا حاجة نعملها له هنعملها. حتى ما هو معايا هنا يا محمد. اهو ابني اهو ده محمد. ده اهلا يا محمد. اهلا. التجارة الصايع اللي ملوش شغلانه ولا مشغله ولا حاجه. انت بتعمل ايه؟ انت جاي تشحت عليا؟ انت عايز تفضح قصاد الناس دي كلها؟ ايه ده يا استاذ محمد؟ انا جاي معاك هنا عشان الجايزه وبس. انت خليكي في حالك. انت ايه ده؟ اتكلم معايا. قله الادب. وانا انت كمان اتكلم بلياقه. انت مالكيش دعوه. انت ايه ده؟ انت قليل ادب. انت عاجبك حاجه بس يا ابني؟ ابني اتصرف كده. انا هخلص منك. ايه اللي بيحصل ده؟ استنى يا فؤاد اما تشوف ايه اللي هيحصل. استنى ايه؟ ممكن حد يتاذي كده؟ ممكن يعملوا مصيبه عندك في القناه هنا. معقول الكلام ده؟ هو ايه اللي اتاذي؟ فؤاد بلاش شاور. فؤاد انا الحقونا يا اخوانا الحقونا. شوفوا الواد ابنه ده فين وهاتوه. جري كده. دي طالعه بجد دي ولا ايه؟ امال ايه؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا ما عملتش حاجه. ياسر هو اللي عمل. ياسر مين يا استاذه؟ انت اللي ضربه بالنار دلوقتي قدام الناس كلها، وبعدين ازاي زفته مسدس زي ده ما يتامنش عليه؟ يعني ايه مسدس ويخش طالب جد؟ قول لها يا استاذ ياسر. معلش يا ياسر، احنا كنا عاملين فيك لعبه. مقلب؟ يعني دي كانت لعبه؟ متاسفه يا كابتن فؤاد، انت ما كنتش محسوب في اللعبه دي خالص. انا كل خوفي على رحله العمره بتاعتك. اعزائي المشاهدين، ودي كانت نهايه الحلقه الاولى من برنامجكم اللعبه. نشوفكم في لعبه جديده مع نجم جديد، وكل سنه طيبين. معلش يا ياسر احنا اسفين، ما كانش قصدنا والله. مبروك يا جماعة. الو. ايوه عبير، ايه الابداعات دي كلها؟ بجد بجد هايله. متشكره قوي يا فندم. لا ولسه الحلقات اللي جايه هتبقى احلى. جهز لي الحاجات دي. احسنت يا استاذه، حلقه هايله. ثانيه واحده يا فندم. متشكره قوي يا استاذ سعيد، الله يخليك. احنا لسه بنقول يا هادي. احسنت يا ست الكل. الله يخليك. لا هيبقى في تنوع مع كل ضيف طبعا. ايوه طبعا. فاهمه قصدي حضرتك، ولو اني يعني مش مقتنعه خالص بموضوع المقالب ده بجد، بس بدل حياتك بتقول كده خلاص. الف مبروك علينا. ميرسي يا فندم. ميرسي. الف مبروك. الله يخليك. الله يخليك. لا طبعا، بس بجد الواد اللي اسمه محمد وابوه ده تمثيلهم هايل. هو ابنه بجد؟ ده انا صدقت فعلا انهم اب وابنه. ده حتى الكابتن فؤاد شربها. وانا سبته اتعامل، ما رضيتش احرق لكم اللعبه. بكل اسف. لا فعلا هو صعب عليا اكتر، على فكره اكتر من ياسر نفسه. ما حرام الحاجات دي، بس يلا بقى هنعمل ايه بدلية فكره البرنامج. متشكره قوي. باي باي. لا هعدي على حياتك طبعا قبل ما امشي طبعا. ميرسي. متشكره. استاذ عبير، حضرتك نسيت الورد. ميرسي. العفو استاذ.
فين الفستان؟ فين الفستان؟ حالا يا مدام، حالا. حاضر. هاي يا بنتي، ايه الاخبار؟ انا رايحه اهو، بس وانا اكون مخلصه اهو. بس هو ايه اللي بهدله كده؟ الزفت فرج بتاع البوفيه، قلت له يحط لها الكابتشينو في اوضتها، راح دلقه على الفستان. المشكله بقى ان هي عايزه الفستان ده النهارده عشان هتحضر بيه فرح واحده صاحبتها دي. لو عرفت ان الفستان ده بالذات جرى له حاجه هتطين عيشتي النهارده. تعالي انا جايه معاكي، خلينا نخلص. ادخل. ايه ده يا ريس؟ ايه الجو ده؟ مش قلت لك ما تروحش؟ ايه رايك يا فؤاد؟ عجبك؟ مش مساله عجبني، بس انا اصلي مش واخد على عبير انها تعمل الحكايه دي، مش اسلوبها ولا طريقه تفكيرها. اهي فاجئه الكل. ايه رايك بقى؟ بصراحه رايي انها ما تنفعش في البرامج دي، مش جوها. عبير طول عمرها بتعمل برامج محترمه، تخدم الناس، تخدم المجتمع، برامج مفيده. يا فؤاد الدنيا بتتغير واحنا لازم نسير الجو، وبعدين بنت شاطره وذكيه. طب ما في ناس كتير قوي شطار واذكيه، اشمعنى عبير بالذات يعني؟ عشان استفيد من نجاحها. ايوه في ناس برضو كتير قوي ناجحه، ليه عبير يعني؟ انا مش فاهم، مش قادر افهم، انتوا ليه قلبين على عبير؟ مش قلبين ولا حاجه يا ريس، انا شخصيا غيران على نجاحاتها القديمه. لا ما تقلقش انت بقى على نجاحاتها القديمه، خلينا في نجاحاتها الجديده اللي هتحصل ان شاء الله. البرنامج الجديد هينجح ويكسر الدنيا. انت شايف كده؟ عبير انت ايه اللي دخلك هنا؟ فين السكيورتي؟ سكيورتي؟ سكيورتي ليه انا يا عبير؟ ده انا بحبك عبير. انا اتغيرت، بقى الكرم اللي انت عايزاه. قومت نفسي من اول وجديد، وكلمت رجال اعمال، والشركه بقت تمام. انا بقيت تمام يا عبير. ارجوك ارجوك نرجع لبعض، انا محتاج لك. بقيت تمام لنفسك، وكفايه بقى فضايح حرام عليك. عبير ارجوك انا بحبك، صدقيني انا لسه بحبك. اطلع بره، مش عايزه شوشره هنا كمان في القناه. اللهم طولك يا روح. عبير عشان خاطري انا ماليش غيرك، انا محتاج لك والله محتاج لك. احنا مش طلقنا وانا بريتك، عايز مني ايه تاني؟ بس ارجوكي 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 نرجع لبعض. كرم عايز ايه؟ ممكن 1000 جنيه سلف؟ هي عادتك ولا هتشتريها؟ مش جديد عليك، مفيش فلوس. طب 500؟ اتفضل اطلع بره. طب اي حاجه، انا ما معيش فلوس اروح. ان شاء الله ما روحت، انا مالي. اطلع بره، اهرب بره. كده؟ كده. يعني ده اخر كلام عندك؟ انت بقى الناس بتتفرج عليكي وبيسقفولك، انا بقى هخليهم يتفرجوا عليكي وانت في مصيبه سودا. انا هوريكي. مش جديد عليك قله الادب، اطلع بره. هفضل كده لحد امتى؟ خير يا مدام؟ هو خير ايه؟ انت كنت فين اصلا؟ انا كنت بنضف لحضرتك الفستان، اصل الواد فرج بتاع البوفيه وقع عليه الكابتشينو. يعني من وقع الكابتشينو على الفستان اللي هروح بيه الفرح؟ ما انا هقول لحضرتك، اصل هو يعني وقعه غصب عنه وانا رحت نضفته. انت مخك ما بقاش في الشغل خالص، وانا بسمع كل اللي بيحصل بره. انت مش مراعيه اكل عيشك. فين البروش؟ ضاع بقى، اتسرق، اهمال. دوري عليه. لا دوري عليه. موجود والله. اتفضلي دوري عليه. مش هتلاقيه يا مدام، موجود. سيبي اللي انت عماله تكركبيه ده، والفستان اللي اتبهدل اللي هروح بيه الفرح اللي في ايدك ده. البروش هنا والفستان. سيبي، انا دورت، هو مش هنا يا مدام. انا حطاه ازاي؟ مش اتفضلي اطلعي بره. ليه يا مدام؟ اتفضلي اطلعي بره. عشان خاطر يا مدام والنبي سامحيني، دي اخر مره. قلتيها كتير قوي وسامحتك كتير قوي. اتفضلي اطلعي بره، انا اللي فيا مكفيني النهارده، كفايه عليا كده. اتفضلي اطلعي بره، وسيبي الفستان اللي اتبهدل في ايدك. والنبي يا مدام، الله يخليكي، دي اخر مره. والنبي الحبه بقى الحبه. اتفضلي اطلعي بره. ما
طب انا هدور على البروش دلوقتي حالا والنبي هطلعه دلوقتي. شرطك اطلعي بره؟ ازعق اكتر من كده؟ اتفضلي لو سمحت اطلعي بره. سامحيني يا مدام والنبي اخر مره الله يخليكي. انا قلت اللي عندي، اتفضلي اطلعي بره. بره بره بقى يا مدام، الارزاق بيد الله. شواحي شواحي، ما ده العاده بتاعتك. وارمي الفستان قوي. مساء الخير، ممكن ادخل يا فندم؟ طبعا طبعا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي، نورت المكتب. الله يخليك. واي وقت بعد كده تحب تقابليني فيه ادخلي بدون استئذان. ما هو ما كانش ينفع ان انا اخلص الحلقه وامشي من غير ما اسلم على حضرتك. بس الحلقه كانت رائعه، برافو عليك يا نجمه، يا نجمه نجوم الاعلام المصري. متشكره، ده كله بتشجيع حضرتك. لا ابدا، ده بمجهودك انتي. انت عارفة انا ما بحبش المجاملة خصوصا في الشغل. اه طبعا، ولو اني يعني مش دي نوعية البرامج اللي انا متعودة اقدمها. حضرتك عارف ان انا من يوم ما جيت القناة هنا وانا بحب اقدم البرامج اللي بتساعد الناس وتفيدهم، بس هنعمل ايه بقى؟ دي اتجاهات كل القنوات بحجة ان الجمهور عاوز كده. ما هو انت عارفة بقى ان احنا لازم نسير الموجة، والمنافسة بين القنوات بقت نار، والإعلانات هي دلوقتي اللي بتتحكم في المنافسة. بكل أسف. بس سيبك انتي، الحلقة هتاكل مع الناس. برافو عليكي. ده كلام برضو اتقال في التليفون يا ريس. اهلا يا كابتن. ايه اللي انا سمعته ده؟ سمعت يا فقش، البرنامج بتاعي هيتلغي؟ اخ يا كويس انك فكرتني. انا والله كنت ناوي اكلمك واقول لك، بس انت عارف مشاغلي بقى. فؤاد، انت عارف انا بحبك ومعجب بيك قد ايه، بس ده مش معناه اننا نستغنى عنك وعن خدماتك. لا صحيح، انت العقد بتاعك قرب ينتهي، بس احنا ممكن نشوف لك حاجة جديدة ونجدده لك. حاجة تانية زي ايه يعني؟ برنامج طبخ مثلا؟ طبخ ايه؟ انت بتتاري على كلامي ولا ايه يا فؤاد؟ شوف لك فكرة برنامج رياضي جديد، حاجة كده تكون اوبن اير، شوية موزز حلوة، لقاء مع فنانات. موزز ايه واوبن اير ايه؟ انا راجل بقدم برنامج رياضي محترم، قبل ما اجي هنا كنت ناجح، وجيت هنا فضلت ناجح وحفضل ناجح. لا الكلام ده ما عادش بقى، الناس عاوزة الستايل الجديد، عاوزة تغيير. تغيير تغيير؟ صدق الواحد ما كانش واخد باله انه بقى موضة قديمة قوي كده. بس انا متشكر قوي، متشكر على النصيحة الغالية دي، اوعدك اني هنفذها. اوعدك. أنا عجبتني الحلقة قوي، علشان كده اتفقت مع الشركة المنتجة إنها تعمل لنا سيزون جديد. ياه، معقولة بالسرعة دي؟ طب كنا استنينا كام حلقة كمان. أصل بصراحة مش هكذب على حضرتك، التجربة دي جديدة وغريبة عليا. ما هو الجواب بيبان من عنوانه، يا نجمة الإعلام المصري. الله يخليك، متشكرة قوي بصراحة على ثقتك فيا دي. إيش في العصير؟ ميرسي، ما انت عارفة بقى ان انا عامل دايت. عموما اما تخلصي ال 30 حلقة اللي معاكي وجهزي ب 30 حلقة جداد. ايه ده؟ واحنا كده هنعرض على مدار السنة كلها بقى ولا ايه؟ لا، انت هتعرضي حلقتين في الأسبوع. حلقتين ازاي؟ ما هو الكابتن فؤاد هنلغي البرنامج بتاعه لأنه مش محقق نسبة مشاهدة، وانت هتاخدي المساحة بتاعته. ايوه يا فندم، بس حضرتك كده هتحطيني بقى في موقف محرج جدا مع كابتن فؤاد.
لا انسى الموضوع ده خالص. انا كنت عايز اعمل الحكايه دي من زمان، وبعدين مش ذنبك انك اعلاميه شاطره. الله يخليك. اللي تشوفه. ومكملين فقراتنا، ودلوقتي هنبدا اول فقره. عندنا ثلاث صناديق زي ما حضرتك شايف كده، فنان الجميل حسام فارس. الصندوق الاول والثاني والثالث ابيض اخضر اسود. تمام. هنفتح الصناديق ونشوف الحاجات اللي جواها حضرتك بتستعملها ولا لا. ويطلع مقلب بقى ونلاقي تعابين وعقارب والجوده، صح؟ والله ما نعرفش هيطلع فيها ايه، ده بخت بقى. ربنا احنا هنشوف هيحصل فيها. هنفتح اول صندوق، الصندوق الابيض، ونشوف اللي جواه حضرتك بتستخدمه ولا لا. ما تخافش، ما تخافش، افتح مايكروفون. ها بتستخدم المايكروفون ولا لا؟ والله انا اتعامل معاه لقاءات، لكن انا عمري ما غنيت ولا بقيت مذيع عشان استخدمه. ما يعني انت ما مسكتش المايكروفون قبل كده؟ لا عمري. طب لو استخدمت المايك وحبيت تغني مثلا، تغني لمين؟ ما انا عمري ما غنيت، انا صوتي وحش جدا. ولا في الحياه كده، في الصالون، في المطبخ وانت بتعمل حاجه؟ صدقيني مش في مصلحتك ولا مصلحه الناس خالص. لا الناس بتحبك، والناس هتحب كل حاجه هتقدمها لها. انطلق. طب اتفضل يا فندم. والنهارده معانا المذيعه المشهوره عبير، وضيفتنا النهارده فهنسالها انت مين؟ برنامج انت مين؟ قولي لي انت مين؟ طيب مذيعه، وبعمل تاني حلقه من برنامج اسمه انت مين؟ مش انا. وان شاء الله يا رب يعجب الجمهور. وندخل على ايه؟ الصندوق الاخضر ولا الاسود؟ على الصندوق الاخضر. الاخضر. تمام. اتفضل. انت ليه خايف كده؟ والله قلقان، اصل الدنيا طيب؟ ما بقاش فيها امان خالص. ليك حق والله. يلا ده بسكوت. تستخدم البسكوت ولا لا؟ والله انا عامل دايت، بس يعني احيانا لما ببقى رايح الجيم ومش واكل لازم اخد اي كربوهيدرات وسكريات، علشان الواحد بيحرق كتير في الجيم. طب عايز تاكل بسكوت دلوقتي ولا لا؟ ممكن. يلا يلا انا والشفا. ما هو لازم كل صندوق نستخدم اللي فيه او ما نستخدمش اللي فيه. ماشي. اوكي. لانا والشفا. تمام. طبيعي جدا. شفت مفيش تعابين ولا اي حاجه، حضرتك خايف كده على الفاضي. انا قلقان جدا. طيب. لا 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 اهدى كده بس. هنرجع الصندوق الاخضر ونفتح الصندوق الاسود. ده انا قلقان منه بجد. انت قلقان من اول الصندوق الابيض يا عم. في كمين يعني، فده يطلع فيه كمين في الاخر صح؟ تفتكر هيطلع فيه ايه؟ استنى ما تفتحوش. تفتكر يعني ممكن يطلع فيه ايه كمين؟ حاجه تقيله ما اعرفش. لا يعني يطلع فيه ايه كمين؟ ما انا ما اعرفش والله. عبيد البرامج اليومين دول بقت صعبه قوي، تلاقي فيه مش عارف يطلع تعابين وايد واحد تحتينا كده. ربنا يستر. طب يلا تعالى نجرب نفتح الصندوق. بسم الله. في ايه الصندوق؟ ايه ده بقى ده؟ ليه كده؟ ليه كده ايه؟ ده مسدس. انت بتستخدمه ولا لا؟ انا عندي مسدس مرخصه، بس ما بمشيش بيه كتير دلوقتي يعني. تمام. طب استخدمته مثلا في الحياه ولا في التمثيل؟ لا بيبقى معايا المسدس بتاعي يعني. كنت بمشي بيه بالعربيه لو انا عندي تصوير في اماكن مقطوعه، لو انا مسافر بالليل في طرق صحراويه. بيبقى معايا، لان احنا زي ما انت عارفه ان احنا ممكن نبقى بنصور في مكان جبل طبعا، وخارجين واحنا مش عارفين الدنيا عامله ازاي. فكنت بستخدمه من فتره، بس دلوقتي موجود في البيت. تمام. يبقى احنا كده الثلاث صناديق طلعت حضرتك بتستخدمه. تمام. احنا كده خلصنا من الفقره الاولى، هندخل على الفقره الثانيه. والفقره الثانيه المفروض ان احنا في فايز معانا بعمره، هو الحاج خليل، ويا ريت ان حضرتك اللي تقدم له الجائزه بتاعته. ما شاء الله. طبعا ده شيء يشرفني طبعا. معانا الحاج خليل. اتفضل يا حاج.
ألف مبروك يا عم خليل. الله يبارك فيك. متشكرين متشكرين قوي. ألف مبروك وربنا يتقبل إن شاء الله. ربنا يخليك. متشكرين قوي. مبروك يا حاج. مبروك مبروك يا حاج. بس أنا ليا طلب صغير ممكن. عينينا. اتفضل يا حاج. ربنا يخليك. أنا عندي ابني ابني خريج جامعة لي 10 سنين دلوقتي ولحد دلوقتي ما اشتغلش ومش عارفين نشغله، فعايزين نشوف له شغلانه كده. هو خريج تجاره بتقدير جيد. وماله حاج، سيب العنوان واحنا هنشوف ايه اللي نقدر نعمله ونعمله له. لا عنوان ايه، انا ما جايبه معايا. يا محمد محمد اهو اهو ابني اهو ما شاء الله عليه اهو محمد اهو. أهلا اللي هو يا محمد. مش لاقي شغل. ازيك يا محمد؟ نور الدنيا يا حبيبي. اهلا بيك. مش لاقي شغل وعايزين ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير يا حاج. عليك ارحمني بقى. لا ان شاء الله. انت من الناس يا ابني بقى. عشان مش عليك يابا بقى. انت كده شحت عليك. معلش يا محمد ما ينفعش تمسك بابا حبيبي. ارحمني بقى. اهدى يا محمد. هشوفك ده بابا. خليك في حالك انت بس. خليك ايه ده ايه ده بتتكلم ازاي كده؟ بتتكلم بقى ده. بتتكلم بقى. خليك في حالك. ماليش دعوه. انت مش تخلي عندك يابا. انت تصرف كل المشاكل دي. عاجبك كده؟ ايه ده ايه ده؟ ولا ولا انا هقتلك. ولا انا هقتلك. ولا انت مجنون. ولا ضابط جلا. جلا ضابط جلا. لا مجنون ده ولا ايه يا عم؟ ولا ايه ده؟ انت عبيط ولا ايه؟ مجنون ولا ايه ده؟ انا هقتلك والله هقتلك. هو ايه ده؟ حد يطلب اسعاف يا اخوانا. نهار ابيض يا نهار ابيض. انتوا تفضلوا واقفين كده يا اخوانا. طب حد ينده اسعاف يا جماعه. يا عبير انتوا بتهزروا هزار دمه تقيل قوي بجد. يعني ايه بقى؟ انا ما عملتش حاجه. انت اللي عملت كل حاجه. انا عملت ايه؟ انت بتهزري يا عبير ولا ايه؟ لا انت اللي عملت. انا ما عملتش حاجه. ايه الهزار ده يا جماعه؟ لا اله الا الله. بتهزري؟ بصراحة احنا بنهزر. هزار دمه تقيل قوي بصراحة. يا جماعة يعني هزار دمه تقيل قوي. والله يا عم هزار دمه تقيل قوي. نشفت دمي بصراحة. هي اللعبة كده. حرام عليكم والله. كان لازم نعمل كده. قوم يا عم خليل سلم على حسام. عم خليل. سقفة لعم خليل. بيه بيه. عايش الدور تمام صح. اه قوم يا عم خليل. عم يلا يا عم خليل. نام نام عم خليل. مصدق. ايوه يلا يا عم خليل. لا يلا قوم يا عم خليل. عم خليل تسقيفك كمان يا عم. العم خليل. يلا يا عم خليل. استنوا استنوا الراجل قطع النفس يا راجل. ده في رصاصه بجد دخلت في صدره. رصاصه ايه يا عم؟ بتهزروا يا جماعه ولا ايه؟ مش المسدس اللي انت اشتغلت بيه الحلقه اللي فاتت؟ لا مش ده المسدس اللي انا جايبه. يعني ايه؟ مش ده المسدس اللي انا حطيته في الصندوق. يعني ايه؟ يا نهار اسود. يا نهار اسود. بتهزروا صح؟ بتلعبوا؟ بتلعبوا بتلعبوا معانا؟ الله خليك مات. بتلعبوا معايا؟ يعني ايه؟ يعني يعني عم عم خليل مات بجد؟ يعني يعني انا قتلته؟ يا نهار اسود. يا نهار اسود. انتوا عملتوا فيا ندبه ولا بجد ولا ايه يا جماعه؟ لا يا جماعه مش معقول. يا نهار يا عم خليل. قوم انت بتهزر معايا صح يا عم خليل؟ يا عم خليل قوم. يا عم خليل يا نهار اسود. لا 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 انتوا بتهزروا. انتوا بتهزروا. انتوا بتهزروا معايا. عم خليل عم خليل عم خليل. Thank you.
أنا مش فاهم إزاي قدر يدخل سلاح حقيقي جوه الاستوديو ده، ممنوع في المدينة أساساً. المدام عملت نفس المقلب اللي عملته الحلقة اللي فاتت، معرفش بقى إشمعنى المرة دي يعني اللي حصل كده. وانا بسمع كل اللي بيحصل بره. يا مدام انا حطاه ازاي مش موجود؟ اتفضلي اطلعي بره. ليه يا مدام؟ اتفضلي اطلعي بره عشان خاطري يا مدام والنبي سامحيني، دي اخر مره قلتيها كتير. دي اخر مره. الحبه بقى الحبه، اتفضلي اطلعي بره يا مدام والنبي اخر مره. الله يخليكي، انا قلت اللي عندي، اتفضلي اطلعي بره. بره بقى يا مدام، الارزاق بيد الله. شوحي شوحي، ما ده العاده بتاعتك. وارمي الفستان قوي. معرفش اي حاجه يا فندم، الموضوع ده كله مسؤوليه عامل الاكسسوار. والله العظيم يا باشا هو نفس المسدس اللي بستعمله كل مره. يا فندم انا ماليش علاقه بالموضوع ده كله، انا بنفذ اللي هما بيقولوه، وبعدين اتفاجئت ان المسدس حقيقي. وبعدين لو مؤاخذه لو شفت حد بيبدله كنت هقول لك على طول يا باشا. بعدين يعني انا لو كنت عارف ما كنت هقول، اصل يعني هي المواضيع كلها واضحه. انا عم خليل ده راجل طيب ومحترم، ملوش اعداء علشان حد يقتله. يا فندم انا ما عنديش حاجه اقولها، كل اللي اعرفه ان المسدس ده اتبدل ازاي انا ما اعرفش. وبعدين هبدله ليه؟ ايه مصلحتي؟ ده في الاخر برنامج، انا ما بشكش في حد، انا ما بشكش في حد خالص. انت بقى الناس بتتفرج عليكي وبيسقفوا لك، انا بقى هخليهم يتفرجوا عليكي وانت في مصيبه سودا. اما وريتك يا عبير. كده ليه؟ هقتل كده قدام الناس؟ قدام الكاميرات كلها ازاي؟ ازاي يا فندم؟ طب يعني طب ما هو بالعقل، الحكايه كلها بالعقل، يعني لازم برضو البني ادم يفكر شويه. يعني انا من برنامج فيه هزار اعمل فيه كده ليه؟ ازاي؟ ازاي يا ازاي؟ 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 ازاي يا فندم؟ ازاي؟ ازاي يعني ازاي؟ كله بالعقل. الحقيقه انا مش عارف حضرتك طالبني ايه.
أنا ما كنتش موجود أصلاً يوم الجريمة. أنا بخلص البرنامج بتاعي قبل البرنامج بتاعها بساعتين، بخلص وبمشي. أنا كنت موجود أول يوم تصوير ليها بس عشان أبارك لها مش أكتر، لكن يوم الجريمة أنا ما كنتش موجود. بس تحليل المعمل الجنائي أثبت وجود بصمات ليك على المسدس يا كابتن. بصمات؟ بصمات ازاي يعني؟ انتوا اكيد غلطانين. هو المعمل الجنائي في بينه وبينك مشاكل شخصيه مثلا؟ يعني ايه حضرتك؟ مش فاهم. ولا برنامجها عالي قوي واخد وقت اكبر ومساحه زياده، او يكون لها استحسان عند مدير القناه زياده شويه؟ عبير مش اشطر ولا احسن مني. الحكايه كلها انها اكلت عقل رئيس القناه، شويه دلع على شويه مياصه يعني. ده مش معناه ان انا ابدل مسدسات يا باشا. بس بعد تفريغ شرايط المراقبة اللي في القناة اتأكدنا ان انت اللي بدلت المسدسات. ايوه انا اللي بدلت المسدسات عشان مش هسمح لها تدمر حياتي مرتين. أنا حبيتها زمان وسابتني ورحت اتجوزت واحد تاني عشان أغنى مني. سابتني عشان الفلوس، عشان إنسانة أنانية دخلتني المصحة. مش هسمح لها تدمر حياتي تاني. هقتلها وهقتل رئيس القناة كمان. استاذ عبير سعيد، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك سعيد. الناس كلها في المحطه كانت بتدعي لي، وكنا متاكدين ان ربنا هينصرك ويظهر الحق. شكرا. نورتي بيتي. الحمد لله على السلامه يا استاذه. ازيك؟ نورتينا. الله يخليك. الحمد لله على السلامه. اهلا. ازيك؟ متشكره قوي، متشكره جدا. نورتي الدنيا يا استاذه. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. وحشتوني كلكم والله. الحمد لله على السلامه. مارك متشكرة ليك. الله يسلمك. توني متشكرة جدا. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبي. متشكرة ليك. متشكرة قوي يا معتز. نورتينا يا ست الكل. الله يخليك.